إذا رح نحتاج لتتبيلة الرقبة للبن وربع معلقة فلفل أسود، معلقة بهار سادة، وربع معلقة من جوز الطيب، وربع معلقة من حب الهيل أو الهال. للحشوة رح نحتاج لربع كيلو لحمة مفرومة ناعمة، فنجان حمص، نص بصلة مفرومة ناعم، ملح، ومعلقة صغيرة بهار سادة. يعني صفى عنا إحنا الحشوة لحمة وحمص. لحمة وحمص. طيب الرز مع الحمص، ولا مش رح نعمل هلا الرز؟ لا رح نعمل رز. طيب خلينا نبدأ بالرقبة بعدين ناخذ الرز، شو رأيك؟ بصير. يلا. يلا. طيب. هلا بنروح عند اللحام شو بنحكي له؟ أول إشي هاي أهم إشي هاي. هاي أهم إشي. هلا شوف الرقبة بشكل عام يعني عند اللحام يوم يعني بتكون طبعا تقول أنا بدي رقبة، هلا الرقبة بتكون زي هيك. هاي الرقبة. العظم وين بتكون؟ جوا. هلا اللحام بتقول له سحب لي اياها، طبعا بسحب لك اياها، بيعمل لك اياها زي هي بتكون ملفوفه هي رقبه بشيل العظم، العظم هي هون بتكون اوكي. هلا هو بيعمل لك اياها، بس يمكن في لحامين بغشش شوي يعني بخلوها هيك مثلا خميله من هون فلا بدك تنتبه انه يقول له دق لي اياها، او انك تخلي اللحمه تسحبها زي هيك الدقه عشان تطريها. ايوه عشان كمان تكون تطول معك. تمام، تطول شوي. تمام التمام. تمام. هلا خلينا نعمل احنا ايش، تتبيله الرقبه. اول شيء بنبلش فيه تعمل تتبيله الرقبه، هاي الرقبه طبعا انا بحب اتبلها بلبن. لبن، لبن، اللبن مطري، عامل مطري طبعا، عامل مطري لانه اللحمه انسجه باللبن، بتكون اللحمه هيك فيوم اللبن بتطريها شوي يعني بتخليها اطيب. على فكره انا بتذكرك حتى من اول طبخاتك كنت تفشل لي، انا بحب الضلع واللحمه. دسمين دسمين. وكمان صراحه واحد يعني ناصح يسوي بزبطش معه. لا على فكره انت نحفان عن قبل. رجيم عامل بلعب رياضه. رجيم رجيم. طيب وبنحط الهيل، حطينا هيل وبنحط جوز الطيب تمام معها كمنكه لها تمام، وبنحط معها ايش؟ شوية عصفر. نعيد، عصفر، جوز الطيب، هيل، حب الهيل، فلفل ايش اسود. تمام. هاي منكهات طبعا، في شغلات انت ما بدك اياها مثلا بتحبش الجوز الطيب ما تحطها. احنا بنحكي منكهات. تمام. بدك اياها لبن لحالها مثلا مع ملح بصير، كمان بيطلع لك رشة ملح خفيفة عادي، نحط ملح من اولها. طبعا، والملح طبعا احسن عشان كمان اللحمه بتمتص الملوح. قصدي عشان بيشد وما لا 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 لا, لا 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 هاي الحكي يعني بشد على الاغلب، على الاغلب يعني بشد على الدجاج. الملح بنحط على الدجاج، اما اللحم لا. تمام. طبعا هاي تبلناها. صدقني غير اعملها، بوعدك ان شاء الله. بتشرف. ابعت لك الصوره. بتشرف والله، لانه انا بحب يعني شو بدي احسن من هيك يعني، هاي سدانه بدي اسوي، شو بدي احسن من هيك؟ تمام. طبعا ايش احنا بنسوي؟ بنخليها على طول الها. هلا في طريقه حلوه، هلا شوف الرقاب متعارف عليها دائما سدانه انها تربط بخيوط. اوكي، تنشد بخيوط على انها ايش؟ ضلها ماسكه. ضلها ماسكه. هلا انا مش حلفها بخيوط. تمام، لاني بيهمني شوي تفتح، انا بديها تفتح عشان اللحمه تستوي يعني، لا عشان كمان منظرها حلو. اي فانا شو بدي اسوي؟ بس هيك طبعا. اول شيء بحط هاي، ها بعملها جيبه صغيره. ماشي. بعمل جيبه ثانيه صغيره. ايوه. وها بس هيك، ولا خيوط ولا شيء؟ لا. هلا الخيوط اللي بدي اياها بس تطلع تكون زي هيك منظرها شاده، بحط خيوط الحبل. طب بصير احط نكشات اسنان؟ ايه لا لا، هاي للجاج نكشات اسنان. ممنوع يعني؟ لا مش ممنوع، بس عشان خميله. ما بتثبتش يعني. مظبوط. اما زي هيك حلو طريقتها. خلص هيك بكفي، اذا نقدر نعملها في البيت هيك خلص. ايوه. طبعا انا شو بدي اسوي هسه؟ بدي اجيب قصديره احطها هيك، وزائد مش خسارة إذا كان في ضرب. هيك تمام. بس صراحة أكلة، يعني ما بحكي لكيش، ما بحكي لكيش قديش طعمها، لا ليش ما أحكي لكيش؟ لازم أحكي لك، طعمها زهق كثير كثير. أنا عن جد بحب الرقبة، بس هاي الطريقة شكلها لسه أذكى بدون تكون رز جوا. ونحط هيك تمام. أنا هسه حشدها وين؟ بس بالقصير. أها. تمام.
ولا مي ولا شيء؟ لا تحتيها بدي احط مي هسه طبعا صح. وها هيك يعني زي سندويش بس شكلها بس كبيره شاورما كبيره شاورما رقبه تمام ونحطها طبعا كاسه مي كاسه مي تقريبا ما يعادل كوب ماء يعني بالضبط بنحط شف منكهات مع منكهات المي. لا لانه يعني انا مبهر هاي بهارات هاي اكله تعتمد على البهارات يعني قصدي بهارات اللي بتكون حب مع المي اذا بدنا طبعا اذا هاي اذا المنكه الباقي العطريه انك تحط لك جزرتين مثلا بصل مثلا يعني زي هيك مثلا هاي كلها باقي اسمها عطريه مش زي الزبدانه مثلا حطينا زي هيك تمام الله يخليك يا رب وبنيجي مثلا على سبيل المثال عم حضر طب ممتاز جزرة مثلا بنحط كمان يعني كل شيء بسدان ها وهي حطينا جزر هيك احنا يا عيني بتكون امورها جاهزة طبعا هاي بدها بالضبط ساعة ونص ساعتين الا ربع على درجة حرارة 200 بتخليها اول ثلث ساعة 200 بعدين بتنزلها ل 170 ليش ل 170 عشان ترتاح اوكي تستوي على راحتها تمام هلا على 200 قديش الوقت ساعه بتاخذ بين ما بين ساعه ونص ساعتين الا ربع لا قصدي لما بدنا الحراره العاليه على قديش والحراره الواطيه على قديش 200 الحراره ببلش الفرن تبعك تولع على 200 عشان يحمى بعدين بتهديه على 170 170 قديش بالضبط خلاص لا 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 ربع ساعه 200 ثلث ساعه بس 200 وباقي 170 على العالي بس ربع ساعه بس طيب. طبعا. كيلو رز وكاسة حمص زيت كوب شعرية نص بصلة مفروم ناعم 2 سنتوم مفروم ناعم ومعلقة بهار مشكل معلقة جوزة الطيب ومعلقة هيل مطحون نص معلقة كركم ومعلقة قرفة تمام طيب هي احنا تحمص قاعد بتحمص بدي احط ايش البصل والثوم هسا ليش ناس تسألني تقول لي ليش حطيت بصل والثوم ليش ما حطيت أول إشي بقول لا لأنه إذا حطيت أول إشي بنحرق والشعرية ما استوت صح فبتحط الشعرية بتخليها نص استواء بعدين بتنزل عليها إيش البصل والثوم يعني هاي أشياء أنت بتبتكرها بالأطباق شايف بتحب تزيد يعني طبعا لازم يزيد وبتفرج يعني حلو. بتبع للجميع لكل أي واحد بيطلع بتبع مثلا لازم بيستفيد البني آدم صح. كل ما الخبره كل ما خبرته لازم يتعلم صح بعدين انت دائما كنت تبعت لنا تعليقات انا متابع طبعا اكيد طبعا بحيي الشيف غاده الدلي وبحيي الشيف ديما يعني صدقا راعين معي يعني ربنا الله وبحييهم اي مره انا حييتكم دائما تحيونا بحييكم هسه طبعا هي عملنا احنا الشعريه وهي قاعده بتتحمص مع الوقت احنا صح؟ على فكرة تمام. تقسيمك للوقت ممتاز تمام. طيب عبين ما نبدأ بالرز بدي اقرأ شوي من الفيسبوك اوكي؟ تفضلي ايش؟ الرز عليه طبعا الرز منقوع نقع كامل تمام ومصفى نقعته كتير؟ انا بنقعه قديه؟ انا بحب انقعه نقع كامل حتى ما تصير الحبة بيضة بتلاقي الحبة الرز بتلاقيه لونها صفرة والثاني بيضة تكون أنا بحب إيش أنقع نقع كامل تمام طبعا هيس إيش بحرك تحت بهره طبعا أكيد هاي حركنا بندير عليه الحمص صوت الطش هاي اهم شيء في الرز دائما انك تسمع الصوت هذا هو اللي بيعمل اللي بخلي الحبه واقفه فهمت اياه نعم طبعا هاي حطينا طبعا هسه بالنسبه للبهارات بنبلش اول شيء بالفلفل الاسود بعدين بنبلش بالقرفه وبعدين بنبلش بالبهار الساده وجوز الطيب تمام طبعا هيك بصير لونه بني فلازم اكسر لونه فاذا بدنا نكسر لونه بنحط عليه ايش عشان ينكسر لونه بنحط عليه الكركم هيك بنعمل معادله احنا بين بالالوان إيش؟ بالالوان حبيت طريقتك للرز تمام
طبعا هسه بنخلي ايش تمام بنخليه وبندير عليه مي. طبعا انا بوقت قبل البث هذا انا كنت قاعد ايش بجهز الرز عشان ما ايش يدخلش عليها بوقت تمام. بس هلا هيك احنا شوي بنخمصه وبعدين بنحط عليه بس بعدين بنحط عليه ايش المي. هاي ايش ممكن تكون مي عادية ولا لا هاي مية الرقبة العظمة احنا كويس ما حكناها شاطرة ست أنا أيوة. شاطرة تبعة تبعة هاي أهم إشي الرقبة أو كانت اللحمين بياخذوا الرقاب العظمة بياخذوها لا احكي له لا لو سمحت بس تخلص أعطيني إياها بدي أسلق ال هاي حتى مش شرط للحمة مش شرط لمية الرز تحت الدوالي تحطيها تحت الكوسة بتعطي نكهة صح. يا لطيف مش يعني طبيعية فهمت علي؟ حطيها وقطعيها وحطيها بالفريزة وكل ما بدك بتنزلي يعني هاي مية عظمة عظمة الرقبة حطيت معها شيء؟ المعطرات ورق الغار حب الهيل وهي طبعا جزرة وبس يغلي مزبوط بنصفيها بس انتهى الموضوع تمام طيب وخلص هيك بيكون الرز جاهز جاهز طبعا نخلي ايش نغطيه على انه ايش يستوي على راحتك